جنة وبكلمة يدخل النار، بل وبكلمة تستحل فرج امرأة في الحلال، وبكلمة يحرم عليك فرجها. كلمة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بل وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. خلي بالك من النميمة. وهل أفسد العلاقة بين العلماء؟ وهل أفسد العلاقة بين الدعاة؟ وهل أوغر صدور المشايخ بعضهم على بعض إلا هذه الكلمات؟ نمام يتحرك من شيخ إلى آخر، ومن عالم إلى آخر، ومن داعية إلى آخر، أو نمام يتحرك بين أخ وأخيه وبين زوج وزوجته بكلمة واحدة يفسد بها الود ويعكر بها هذا الماء الصافي. نقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. هل تعرف أخي الكريم ما ردغة الخبال؟ عصارة أهل النار. والحديث رواه أحمد في مسنده وغيره بسند صحيح: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. اتق الله في قولك، إن ترك الألسنة تلقي التهم جزافا دون بينة أو دليل، يترك المجال فسيحا لكل من شاء أن يقول ما شاء في أي وقت شاء، ثم يمضي بعد ذلك آمنا مطمئنا، فتصبح الجماعة المسلمة وتمسي وإذا أعراضها مجرحة وسمعتها ملوثة، وإذا كل فرد فيها متهم أو مهدد بالاتهام، وهذه حالة من القلق والشك والريبة لا يمكن أن تطاق بحال من الأحوال. نميمة سبب من أسباب عذاب القبر. خلي بالك يا أخي، اضبط لسانك، والله العظيم لو سمعت الحديث الذي ذكرت إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، والله لو تدبرت هذا الحديث لفكرت ألف مرة قبل أن تتكلم مرة، قبل أن تنطق مرة. وأنت يا أختاه حافظي على توحيدك وعلى صيامك وعلى صلاتك وعلى زكاتك وعلى عمرتك وعلى حجك للبيت الله، حافظي بحفظك للسانك، لا تنتقل من بيت إلى آخر بكلمات قد تفسد الود بين رجل وامرأته، قد تفسد الود بين أخت وأختها، قد تفسد الود والحب بين مسلمة ومسلمة. احذري النميمة. أحذر نفسي ورب الكعبة وإخواني وأخواتي، فالنميمة بنص الحديث في الصحيحين سبب خطير جدا من أسباب عذاب القبر، بل سبب من أسباب إتعاس كثير من المسلمين والمسلمات. كلمة واحدة، لا تستهينوا بالكلمة ولا تحقروا شأن الكلمة، فالكلمة خطيرة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أو عن نميمة سبب خطير من أسباب عذاب القبر. اثنين، عدم الاستتار من البول. منظر شنيع لا حياء فيه، أن ترى رجلا في مكان عام دون أن يستتر، أن تراه واقفا ليتبول. أعز الله مقام إخواني وأخواتي، لا يستتر من البول. انظر إلى هذه القيمة الرقيقة عند محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الستر، أين الستر؟ أين الحياء؟ أين العفة؟ إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. كنا نرى بعيننا ونحن أطفال صغارى على شواطئ البحار هذه المناظر المؤلمة، ولا زلنا نراها إلى هذه اللحظات على شواطئ البحار.
من عري فاضح. أسأل الله أن يستر إخواني وأخواتي. هذا رجل يعذب في القبر لأنه لم يستتر من بوله، كشف عضوا من أعضائه وهو يتبول، فما ظنك بمن يكشف كل جسده، بمن تكشف عن كل جسدها؟ أسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. أما أحدهما كان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، وفي لفظ لا يتنزه من بوله، أي لا يتطهر بعد تبوله. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ديننا دين الطهارة، دين النظافة، دين الجمال، لطيفة أذكر بها نفسي وإخواني: كن طاهرا في الظاهر وفي الباطن على السواء. فطهارة الباطن دليل على طهارة الظاهر، وطهارة الظاهر دليل على طهارة الباطن إن شاء الله تعالى، لأن الظاهر والباطن عند أهل السنة والجماعة لا ينفصمان، لأنه لو انفصم الظاهر عن الباطن صار هذا الإنسان منافقا، أعاذنا الله وإياكم من النفاق. من إن اختلف ظاهره عن باطنه فهو منافق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والنفاق نوعان: نفاق أكبر وهو نفاق الاعتقاد، أن يعتقد الكفر وأن يظهر الإسلام، ونفاق العمل، أن يكذب إذا حدث، وأن إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فلا بد من طهارة الظاهر والباطن، لا بد من المحافظة على طهارة الفم، على طهارة الثوب، لا بد من المحافظة على نظافة الفم، نظافة الثوب، على طهارة القدم، على نظافة الجورب الذي تلبسه، حتى لا تؤذي أخا من إخوانك يسجد خلفك في بيت من بيوت الله برائحة الجورب أو برائحة متغيرة للفم. هذا ديننا. أسأل الله أن يرزقنا لكم الطهارة والنظافة والجمال، إن الله جميل يحب الجمال. فمن أسباب عذاب القبر النميمة، عدم الاستتار، عدم الستر أثناء التبول، كان لا يستتر من بوله، وعدم الطهارة أو لا يتنزه من بوله. ثم أيها الأفاضل، من أخطر أسباب عذاب القبر أكل الحرام. اللهم جنبنا وياكم الحرام وارزقنا ياكم الحلال الطيب. فلقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا مات، فقال الناس ورسول الله يسمعهم: هنيئا له، إنه في الجنة، إنه من أهل الجنة. فقال النبي: لا والذي نفسي بيده، يا الله، لا والذي نفسي بيده، إن الشملة، الشملة مش ممكن، الشملة شملة قطعة قماش توضع على الرأس أو يربط بها الإنسان وسطه، الشملة قطعة قماش، إن الشملة كالغطرة، هذه كالغطرة التي أضعها الآن على رأسي، لا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم قبل أن تقسم لتشتعل عليه نارا. يا الله، شملة أخذها غلولا قبل أن تقسم الغنائم، سرقها، أخذها بغير حق. يا الله، أكل أموال الناس بالباطل، أكل الحرام من أخطر أسباب عذاب القبر. والرزق مقسوم أخي الكريم، رزقك مقدر بفضل الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. يقول المصطفى: لا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر قبل أن تقسم الغنائم لتشتعل عليه نارا. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وذكر النبي الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام
ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. فأكل الحرام سبب من أسباب عذاب القبر، من أسباب عذاب النار، من أسباب عدم قبول الدعاء. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الحلال الطيب وأن يبارك لنا فيه. أخي الحبيب، أخي الكريم، إياك والحرام، إياك والحرام. لا تأكل أموال الناس بالباطل، لا تأكل الرشاوى، لا تأكل أموال اليتامى، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وستترك رب الكعبة كل هذا المال للورثة يتنعمون به ويتمتعون به، وستسأل عنه أنت بين يدي الكبير المتعال من أين اكتسبت وفيما أنفقت. من أخطر أسباب عذاب القبر الكذب والزنا والربا، كما في حديث سمرة ابن جندب الطويل في صحيح البخاري. الكذب والزنا والربا، ما أخطر هذه الأمراض. وهذه والله كانت تحتاج إلى حلقة كاملة، لكن أسأل الله عز وجل أن يبارك في الأوقات لنقف مع كل هذه المعاني. فما أخطرها؟ الكذب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه. أما الزنا، عافانا الله وإياكم ونجانا الله وإياكم وستر الله إخواني وأخواتي. الزنا كبيرة من أبشع الكبائر ومن أخطر الكبائر. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. من أخطر أسباب عذاب القبر بل وعذاب الآخرة الكذب، الزنا، الربا. وبالجملة أيها الأفاضل، المعاصي، فما العلاج وما الدواء؟ في كلمات قليلة: أن تستقيم على منهج رب الأرض والسماء، أن تمتثل الأمر، وأن تجتنب النهي، وأن تقف عند الحد، وأن تبتعد عن النميمة، وأن تبتعد عن الغيبة، وأن تبتعد عن كل ما يغضب الحق تبارك وتعالى. وأذكرك أيها الحبيب اللبيب بقراءة سورة الملك كل ليلة. ففي مستدرك الحاكم وعند الإمام البيهقي بسند صحيح أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبارك الذي بيده الملك هي المانعة من عذاب القبر. فاحرص على قراءة سورة الملك كل ليلة، فإن قدر الله عليك الموت مت على طاعة. وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة أن ينجيني وإياكم من عذاب القبر، وأن يسترنا وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، ماذا بعد؟ هذا ما نعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله جل جلاله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.